الرحمن الرحيم. معكم مديرة مدرسة السيدة خديجة الخيرية دكتورة حنان فخري حسين الشباصي. عند استلام الطلبة الحقائب المدرسية يعني نشعر بفرحة عارمة، دخول البسمة والفرح على هؤلاء الأيتام سبب أنه توفير هذه الحقائب المدرسية، خاصة بأن الأسرة تتكون وتتألف من عدد من الأشخاص، لا تستطيع الأسرة اليتيم توفير هذا العدد، فبالتالي يعني شيء جميل وطيب عندما يتوفر لهم هذه الحقيبة المدرسية حتى تدعم لهم في استكمال مسيرتهم. مدرسة السيدة خديجة تتألف من 605 عدد، منهم 400 يتيم، فتستهدف المدرسة جميع هؤلاء الأيتام من جميع المراحل، من الصف الأول حتى الصف التاسع. فيتم توزيع هذه الحقائب التي تؤخذ من قبل المؤسسات أو الجمعيات المانحة بالتوزيع على كافة الأيتام من الصف الأول حتى الصف التاسع بالتساوي وبكل يعني ثقة، وكل ونسعى دائما أن يكون يعني كل طالب له الحق في إعطائه نفس الحقيبة ونفس العدد من هؤلاء الأيتام. طبعا تتقدم يعني إدارة مدرسة السيدة خديجة ممثلة وجميع الكادر الموجود التعليمي الموجود بالمدرسة وجميع الموظفين يعني بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى جهة كاسي فلسطين المانحة لهؤلاء الطلبة من حقائب مدرسية وقرطاسية، شاكرين لهم هذا الدعم وهذا التحفيز لاستكمال التعليم لدى الطلبة الأيتام ولتحقيق ذواتهم ولتحقيق طموحهم، ونأمل منهم كذلك أيضا في تقديم العديد من المساعدات وتوفير أيضا التزامات أخرى داخل المدرسة هي بحاجة لهؤلاء الطلبة حتى نوفر لهم جودة عالية من التعليم، من مقاعد، من مظلات للساحة المدرسية لأنها بحاجة ماسة لمظلة لمساحتها المدرسية حيث تحميهم من حر الصيف وكذلك برد الشتاء، كذلك هم بحاجة إلى توفير العديد من الأجهزة، أجهزة الحاسوب، العديد من الأدوات المخبرية، وأيضا هم بحاجة إلى ماسة إلى توفير يعني مختبر علمي كامل متعلق بمنهج العلوم والحياة.